مباراة أدارها الحكم عمار البلوشي، عفوا عمار شكناني. هذا القرار الأول. عيال فارق هذول شوف 300 دينار ويقول التدخل على الكرة، يقول هذا خش محتاج فاول وانذار مو طردين. تفضل. لا انذار. انذار وعبد الله ايوه حسبها فاول. طرد ولا لا مطرد؟ لا مو طرد. لا لا فاول بو... لا والله طرد. طرد طرد وين؟ طرد قاصري له قص. هذول افارقه يبا ما يعرفون يبيلهم 1000 دينار هذول والله قسما بالله رخاص هذول ولا يعرفون بس وين طرد شكوا ولا يعرفون حق الكره. مو انه تدخل يعني متعمد. لا اعطى انذار وما اعطى انذار. لا فاول انذار ولا اعطى انذار ولا اعطى انذار. لا انذار انذار. تفضل تعال. بس انذار مثل هذا اليوم لاعبكم معطي لاعبنا كوع شكوا. مسعود ايش رايك؟ لا لا فاول فاول. طيب نروح القرار التحكيم الثاني. هني اللي طبعا فاول اليوم من الجول لاعب التضامن يقول ما حشته. لا لا ما في شيء هذا مو فاول. عطى طرد؟ لا لا وهذا الفاول اللي جاي من الجول. ابو علي. لا مو فاول. مو فاول. ابو عبد الله. والله اللقطه مو واضحه بس يمكن اذا من ورا ما ادري يمكن اللاعب حايش. فاول بلا فاول. حايش على جنب بلا فاول. ما ادري. لا لا انت شو تقول؟ فاول ما في شيء. ابو عزيز. انا اقول فاول عمي. فاول. اوكي. نروح القرار التحكيم الثالث. معلش ما يصير ابو عزيز احنا مشكلتنا هني اي احتكاك تبيه فاول. لا كره قدم. هذا الطرد طرد المحترف طرد من غير كره. يلا شوف لا لا, لا هذه طرد داس على ريله. ايش قاعد اقول لك انا توني افارقه لا لا طرد هذه لاعبين افارقه ولا هامه. هذه جت من نفس الفاول شوف شوف طقت ريله عباره طاق اسد. كان عنده انذار؟ لا 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 دار طرد طق متعمي تعال الداس عليه راح على طاق اسد. لا لا طرد درب ولا نمر اليمن وعبد الله كنا مو عاجبه قرار ودي المغفر بعد وعبد الله. والله ما ادري اللقطه من سعود الحين شوفها 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 عبد الله شوفها شوفها هوبا اعطاه واحده داس عليه حيل يعني اي طيب متعمي بعد داس عليه في حيل في دوسه يعني عاديه في دوسه اللي مثلا ليش دوسه هو فاول ولا مفاول هذا دوسه اوكي بس طرد اي طرد هذا انا من هذا من لجنه انضباط اوقفه مرتين بعد لا لا ما ادري ليش يطق ليش طاقه مقدمي هذا ليش يطقه انت هذا المحترف انا اقول اداره التضامن المفروض تحاسبه اي والله انت محترف شنو تسوي كذي خسر خسر فريقك وانا اقول الحين قاعد بالبرنامج اقول هذا لازم اداره لا كره مشتركه لا 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 خلي تسمعون انا اقول اداره التضامن لازم تحاسبه هذا انا ايد طرت تطلع بس هو تخسر فريق انت تدري لو مو مطالع اللاعب هذا يمكن يفوز التضامن قاعد طاق لك لاعب محترف انت يمكن لاعب عادي مسويه تقول هذا عادل في امور يمكن لكن انت محترف يا شيل الفريق يا هذا ليش سوى هالاشياء يمكن ساب اللاعب ساب وساب ارد عليك بهالطريقه ساب بالافريقي لا يمكن لا 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 يمكن. انا مخالد. انا اقول هذا حتى اداره التضامن لازم تحاسبه ابو خالد لا لا هذه طرد 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 طيب. رسمي المشكله طرد وكان من هذا الفاول من الجول عرفت عشان كذي كلام ابو علي صح لازم تحاسب لأن ترى التضامن قبل هالفاولة هو الأفضل هذا أعطيك معاش